انت يا عم انت. سيو 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 هون يلا مكتش مكتش. هو عمال يقول انا معاكو يا عم رجب. النهاردة معانا خروجتين، واحدة مغامرة واكشن ومدري شنو، والتانية اكل وحلو في مصر الجديدة، وهيكون معانا محمود ممدوح. فيلا بينا. اولا المغامرة والاكشن. طلعنا على دراجون ايلاند بارك في بحيرة القاهرة ورا متحف الحضارات، وعندهم العاب اكشن ومغامرة واستجمام. ولا عدنا الاول على السيفتي، مش عارف منك. واول حاجة هنجربها الزيبلاين، بس بنلبس الحزام الاول. بس ممدوح لبس حزامين. كل واحد بيلبس كلور. نسينا ال دلوقتي هنركب. لا مش جاهزين مش جاهزين. تابع انا ارتفاع كم؟ مش عارف بس بعيدة. وتقريبا المسافة 250 متر. طب استنى، انا دلوقتي عرفت ايه لازمة البتاع. انا عايز واحد تاني. وعشان كنت لابس حزام واحد مشيت الطريق كله بظهري. انا ليه بظهري. انا جاي الرحله كلها بظهري ليه حضرتك؟ انا عايز اجيب. انا ما شفتش حاجه. انا عايز اركب تاني. جينا نعدي تاني لبسونا الخلص. ايه ده بقى؟ خلاص ده انتوا سيفتي جدا. اصغر واحد بس شكلها حلو عاجبني. هو انا لو نزلت كده هتقع؟ الزبلون يقول لي ما تنزلش. اي موتوني يا جدعان. حرام عليكم يا ثروه والله العظيم. انا جري مفيش ميه. شاطر معادي ماشي. هننزل تاني بس المره دي ادونا الخوز. وانت فوق ما تنساش تتصور كام صوره. عبد الحميد يا اخي صورني كام صوره طرش. تيجي تقول له ايه بيبقى ياخدك ولا بلبسك؟ لا 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 عادي. لو جيت وقلت له ايه بيبقى ياخدكم كام صوره؟ انا برضه مدي ظهري يا عم. انا ليه باجي في ظهري. ايه ده يا عم انت؟ انت يا عم انت يعني انا برضه متعلق بظهري. قاعد يقول لي انزل انت ومش محتاج زقه ومش محتاج ازقك. اديني انا مش شايفك جوه الحب. وبعدين طلعنا على الكلايمنج. هم اربعه، احنا اخترنا اسهل اتنين. لا دول اصعب اتنين. ما تقولش كده. احنا اخترنا اصعب اتنين. عايز دي؟ انا علاش حلاوه. هتعمل سباق ممدوح؟ يلا واحد اتنين. انا سبيته. عايز انزل بقى. انا برضو في ظهري. احمد السقا تحت تأثير المخدرات. يلا التاني، كل واحد ليه اتنين. يلا ممدوح واحد اتنين. اتقدم. السلام عليكم. بقي ميه لو سمحت عندكم. بقي ميه بالله عليك عطشان، بس في نص الطريق بريح حبيبي. مش ده ريست ولا ايه؟ الحقونا. ايه ده؟ هوبا. واخر لعبه معانا الهايروبس. بتلبس الحزام وتدخل، وعباره عن العاب كتير قوي بثلاث مستويات من السهل للصعب. ابو سيدك الحقني. انا عصفوره على عمدان النور. انت يا جدع انت يا عم سامي اللعبه. انت يا عم انت فين مديره ده؟ صوره لي. A few moments later. سيو سيو سيو. هو الكلام ده كله بكام؟ الليله دي كلها متكلفه ب 500 جنيه التيكت. بس احنا طلبنا التيكت عن طريق ابلكيشن وفرها وخدناها ب 325، وبيكون معاك مرتين زبلاين ومرتين كلايمنج ومره هايروبس ومره بالمركب. ودلوقتي مع المركب والاستجمام معانا عم رجب الغواص القائد الكبطان. يلا بينا. يلا عم رجب. خدت البنزين والنبع عم رجب. ماشي. جليوي هي بت اقعد يا ممدوح. مش هيوازن ده. بيلبس بس 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 بس. هو انت مش تيجي معانا؟ والله انت ما جاي معانا كده. انت فين؟ هو عمال يقول انا معاكو. يا عم رجب يا عم رجب. الو. طب يلا ماشي. ما انا وانت نفسي.
ايه ده استنى تعال نخلع معاك صليبه يلا ممدوح شد بقى اقصى سرعه يلا بينا انت بتصور يا غبي انت خد البنزين ولا يا عم حاجه لو قلت لك خد البنزين انا هقدم بجد البنزين عطل الماركة خلص البنزين عطل طيب لو عايزين ناكل ونتفسح ونحلي ونمشي اليوم اعتقد مفيش انسب من مصر الجديده وطلعنا على داديز برجر في ميراكي مول عندهم فالكانو اللي هو تشده كده يسقط قلنا نجربه عايزين فالكانو عايزين فالكانو عايزين ناكل عموما الفالكانو ده بقى هتشده هول هول يلا طب والجبنه دي من اللي لمها البطاطس اتغرق ليه جينا يبقى حالق شنب ابوه تمسحهم بس ده بدنا قطع والساندوتش ده موجود على وفرها ب 145 بدل 210 وبيكون معاه كوكيز غير الفرايز والكولا وفي عروض تانية زي ساندوتشين برجر 150 جرام من اختيارك ومعاه 2 كولا و2 فرايز ب 225 ولو زودت 25 جنيه هتاخد العرض التاني وبيكون ساندوتشين برجر 200 جرام وتقدر تختار ما بين 5 ساندوتشات في المنيو ولو بتتمشى في الكربة تقدر تعدي على سلطانه عشان تجيب ايس كريم السلام عليكم ايه اجمد ايس كريم عندك اجدد ايس كريم كوكي كرامبل لا ادني دوق كوكيز رامبل طبعا هاتلي بولتين مانجا دول اللي جنبي الله اللي وديني لا يومي. دي بقى يومي يومي دي يومي عايز بولتين مانجا الصوت دي ببلاش هو ده ايه لوتس لا هحطلي اوريو حبيبي يا فنان صوص وديني عندكم ايه صوصات ببلاش نوتيلا ولوتس وشوكليت كرانش نوتيلا ما كترش ما كترش حبيبي يا فنان هات بقى ماشي ماشي انت عايز البولتين مانجا انت كان باين على عليك ان انت عينك من شوكليت كرانش من الاول انا بحب شوكليت كرانش كتله كتله بيحب ما كترش ما كترش مستعجلين عايزين ناكل بتختار الطعم اللي يعجبك وكمان تقدر تضيف نوتس وصوصات من اختيارك وسعرهم على وفرها الاثنين بولا بسكوت ب 60 جنيه بدل 88 والكوب ب 50 بدل 76 وطلعنا نتمشى في الكرب و وبكده يكون الفيديو خلص فاشوفكم الفيديو الجاي هب 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 ودينا يلا يا باشا اخلع اللي مشرفنا اتفرج بقى بالشنطه لا لا بالشنطه بالشنطه تخيل انت متمكن يا جدعان والله ايه الغرور ده من اللذيذ سافر النبي الصباح النبي ايه بقول لك كفايه بقى